هل يمكن إذن من وجهة نظرك أيضا دكتور رضوان أن تزيد الاضطرابات في النيجر وبالتالي ينتج عنها أيضا كما ذكر السيد سيبشير تزيد معدلات الهجرة إلى الشمال الأفريقي، مسألة تهريب البشر، مسألة الاتجار في البشر حتى وصولا إلى أوروبا؟ أولا اسمحي لي أن أحييك وأحيي ضيوفك ومشاهدي قناتكم الأعزاء. هذا يتوقف على التدخل في موضوع النيجر من قبل الدول التي تهدد في التدخل العسكري، وخاصة وعلى رأسها فرنسا، وتشجع فرنسا في هذا الخصوص حول التدخل العسكري. فبالتأكيد إذا كان هنالك من تدخل عسكري يعني إعادة النظام أو الرئيس السابق في النيجر، بالتأكيد سيكون هنالك المزيد من الحروب، سيكون هنالك مزيد من الإخفاقات الأمنية، وهذا مما سيضطر إلى المزيد من الهجرة، وهذا سيؤثر على كافة الدول المجاورة وصولا إلى الدول الأوروبية. لكن اسمحي لي هنا أن أعيد النظر في مسألة مهمة جدا وأضيء عليها، حيث تكلم بعض الزملاء، يعني أنا كنت أتابع برنامجكم الكريم، حول الوضع في النيجر وتدخل الدول التي تهدد بالتدخل العسكري وفرنسا التي أعطت أسبوع، وهذا التخبط في من قبل فرنسا وحلفائها يدل على أن هنالك مسألة مهمة جدا يجب علينا أن نعرفها، أن الساعة لن تعود إلى الوراء. هذه الدول التي انقلبت على المستعمر الذي أخذ واستنزف كل أموال وكل مقدرات هذه الدول لم يعد قادرا على إعادة الساعة إلى الوراء، ولم يعد قادرا على حكم هذه البلدان كما يشاء. يعني لو عدنا إلى كلام رئيس بوركينا فاسو في سان بطرسبورغ عندما قال أنا أستغرب أن تكون دول إفريقية من أغنى الدول بالمقدرات ما لديها من خيرات ومن قدرات اقتصادية إلا أنها هي أكثر الشعوب وأكثر القارات فقرا في هذا العالم، فقط لأن الفرنسي يريد الراحة والأوروبي يريد الراحة. هذه المسألة غيرت رأي الشعب الأفريقي بشكل عام، حتى أنه لم يعد هنالك حتى من الداخل الدول التي تهدد بالتدخل العسكري، أغلب شعوبها لم تعد مع حكوماتها حتى. يعني حضرتك ترى الدكتور رضوان أن هناك حالة من الوعي الآن لدى الأفارقة كشعوب وربما أيضا كحكومات، ولكن إن لم تكن يعني مستفيدة من الوضع الراهن